السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن خضوع الفنانة ليلى طاهر لعملية كبيرة في المفاصل. اقول لكم شوية تفاصيل بعد ما طلعت امبارح مرات ابنها واعلنت ان هي كانت بتعمل عملية خطيرة لتغيير المفاصل. اقول لكم شوية تفاصيل. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن وفاة فنان شهير بعد صراع مع مرض سرطان المخ. هقول لكم شوية تفاصيل. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن الفنان احمد رزق بعد ما طلع امبارح اعلن على صفحته ان ابنه عمل حادثه بالعربيه وبيعمل عمليه خطيره لا حول ولا قوه الا بالله. حادث كبير قوي يا جماعه امبارح لابن الفنان احمد رزق. اقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا يا جماعه هبتدي معاكم باول موضوع، موضوع الفنانه ليلى طاهر وعمليه جراحيه خطيره كانت بتخضع ليها. اقول لكم شويه تفاصيل وايه اللي قالته مرات ابنها بالظبط. طبعا كلكم عارفين ان الفنانه ليلى طاهر اعلنت اعتزالها قبل فتره. اقول لكم بس شويه تفاصيل عن الفنانه ليلى طاهر وبعد كده اقول لكم ايه الموضوع بالظبط. بصوا، يذكر ان الفنانه ليلى طاهر اعلنت اعتزالها الفن في تصريحات خاصه وقالت الاعمال اللي كانت بتتعمل في الفتره اللي بعد الثوره كانت دون المستوى وبعدها تباعدت وطالت المده لحد ما رجع الفن المصري تاني لحد ما بقى فيه نجوم جداد، ولكن طالت المده اللي انا غبت فيها ولقيت من الافضل اني انهي مشواري بحاجات حلوه وجميله وانا راضيه عنها والجمهور راضي عنها. واعلنت اعتزالها، اعلنت اعتزالها الفن من فتره يا جماعه وما بقتش تظهر خالص. طلعت بقى مرات ابنها امبارح واعلنت ان هي كانت بتعمل عمليه جراحيه كبيره في المفاصل. الموضوع او ايه اللي حصل او ايه تفاصيل العمليه اللي خضعت ليها الفنانه ليلى طاهر؟ اقول لكم شويه تفاصيل. حرصت الفنانة عزة لبيب على طمأنة جمهور الفنانة الكبيرة ليلى طاهر ومحبينها على حالتها الصحية في ظل الشائعات التي ترددت بين الحين والآخر عن تدهور صحتها، خاصة وأنها تسكن معها في نفس المبنى. وقالت عزة لبيب الحمد لله هي كويسة جدا، بتنزل لو في اجتماعات في جمعيات خيرية أو أهلية مشاركة فيها وبتخرج مع أصحابها وبتروح النادي وعايشة حياتها الاجتماعية كويس جدا، لكن الإشاعات بتزعلها. كمان بتقول هي عملت عملية كبيرة لتغيير مفصل من سنتين، لكن دلوقتي بتمشي عادي وبتعمل رياضة مشي. كمان هي بتقول يعني يا جماعة ان هي خضعت لعملية جراحية في المفاصل. طبعا عملية تغيير المفاصل دي يا جماعة عملية كبيرة مش هوينة، ممكن حد يعملها ما يقدرش يمشي تاني، ممكن حد يعملها وما يقدرش يتحرك تاني او يمشي على رجله، لكن هي عملية كويسة. و اللي عنده مشكله في الركب او عنده مشكله في مفاصل ركبه العمليه دي بتساعده بعد كده ان هو يبقى كويس، بس بياخد فترات كبيره قوي عقبال ما يقدر يمشي على رجله تاني، بتبقى صعبه جدا وعمليه زي ما بقول لكم كده عمليه كبيره وخطيره. الموضوع اللي بعد كده موضوع احمد رزق. احمد رزق يا جماعه بعد ما طلع اعلن وطلب من الدعاء من الجمهور بعد ما اعلن ان ابنه عمل حادثه بالعربيه ولازما يعمل عمليه جراحيه، دخل المستشفى واول ما دخل عملوا له شويه اشعه وفحوصات قالوا له لازم تعمل عمليه حالا. ايه الموضوع او ايه اللي حصل؟ اقول لكم كل التفاصيل بتاعه الواقعه من اول ما حصلت. ابن الفنان احمد رزق يصدم عامل ديليفري في اكتوبر والشرطه تتحفظ عليه في المستشفى. بصوا، تحفظت اجهزه الامن على نجل الفنان احمد رزق بعد تسببه في اصابه عامل ديليفري عندما صدمه بسكوتر كان يقوده في منطقه 6 اكتوبر ليصطدم بالعامل الذي كان يقود دراجه بخاريه. وتلقت اجهزه الامن بلاغا من مستشفى الشيخ زايد يفيد بوصول مصابين احدهم نجل الفنان احمد رزق والتاني عامل ديليفري يعاني من كسر في الجمجمة وحالته خطيرة للغاية، بينما أصيب نجل أحمد رزق بكسر في الدراع ويحتاج إلى عملية جراحية. وتوجه رجال الشرطة إلى المستشفى وتم التحفظ على نجل الممثل أحمد رزق داخل المستشفى لحين تحسن حالته الصحية وسؤاله في الاتهام الموجه إليه، ولم يتم سؤال المجني عليه لسوء حالته الصحية. اكمل لكم الموضوع بس الاول. تتحفظ اجهزه الامن على ابن الفنان احمد رزق بالمستشفى بعد حادث اكتوبر وتسببه في اصابه عامل ديليفري عندما صدمه بدراجه ناريه كان يقودها في منطقه 6 اكتوبر، وتم نقل ابن احمد رزق وعامل الدليفري المصاب للمستشفى الشيخ زايد حيث يعاني من كسر في الجمجمه حالته خطيره.
ويبلغ نجل الفنان احمد رزق من العمر 15 سنه، وتم نقله وصديقه عامل توصيل بمصابين بكسور وكدمات متفرقه بسبب حادث تصادم على الطريق. وتبين من التحريات ان الثلاثه مصابين بكسور وسحاجات وحالتهم الصحيه متدهوره، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضدهم. بصوا، ابن الفنان احمد رزق عنده 15 سنه، عمل حادثه مع عامل ديليفري بالمكنه او بالفيسبه، وكلهم يا جماعه في المستشفى. هم كانوا ثلاثه، احمد رزق وصاحبه وعامل ديليفري، الثلاثه يا جماعه مصابين اصابات خطيره في المستشفى، لا حول ولا قوه الا بالله. الحادثه كانت كبيره لدرجه ان هم مش قادرين يستجوبوا ابن الفنان احمد رزق في اللي حصل في الواقعه، او مش قادرين ياخدوا اقواله من كتر ما الواقعه كانت، او من كتر ما الحادث كان شديد، ومحدش منهم اصلا في كامل وعيه، والثلاثه في المستشفى والشرطه متحفظه عليهم لحين ما يخلصوا كل الاجراءات ويعرفوا هم عندهم ايه بالظبط، وبعد كده لو قدروا يستجوبوهم هيستجوبوهم، ده حسب حالتهم الصحيه، لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفه في ايه يا جماعه اليومين دول، كل شويه نسمع عن حوادث وحاجات صعبه قوي، لا حول ولا قوه الا بالله. رب سلم وربنا يحفظنا جميعا يا جماعه ويحفظ اولادنا. الموضوع اللي بعد كده، موضوع وفاه فنان شهير بعد صراع مع مرض سرطان المخ، وكان بيقاوم وكان بياخد علاجه وعمل عمليه يا جماعه لا حول ولا قوه الا بالله، فجاه امبارح اتوفى. اقول لكم شويه تفاصيل وايه الموضوع بالظبط. بصوا، وفاه الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين بعد خضوعه لعمليه جراحيه في المخ. رحل عن عالمنا الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين صباح اليوم عن عمر ناهز 83 سنة بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس، يعني لأنه كان عنده سرطان المخ. ونعى نقيب الممثلين اللبنانيين الفنان الراحل وقال: غياب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين الذي أسرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات، كان دائما يأخذ دور ضابط الأمن، لذلك لقب بالكابتن محافظا على القانون وعلى هيبة الدولة. وأضاف وقال: تنهي إليكم الفنان فؤاد شرف الدين، تقدم بأحر التعازي من أسرته ومن ابنته الزميلة جمانة التي لازمته طول فترة علاجه، ومن أصدقائه ومحبينه من لبنان والعالم العربي. إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في الفنان فؤاد شرف الدين. من فترة طلعت وأعلنت إن هو أصيب بمرض سرطان المخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان داخل يعمل عملية جراحية خطيرة. بعد ما عمل العملية دي حالته طبعا كانت في النازل، لأن يا جماعة لما بتفتح مخك لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مش لوز أو حاجة، لأ ده بتفتح مخك، يعني تفتح المكان اللي هو مسؤول عن كل حاجة بتمشي في جسمك. دماغنا دي يا جماعة هي المسؤولة عن الكلى وكل حاجة في جسمنا، لو حصل فيها خلل لا حول ولا قوة إلا بالله الجسم كله بيحصل فيه خلل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتمنى منكم تدعوا دعوة كويسة في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس بالله عليكم.